صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب سيدي من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. شو انت بس علي انا ما سلمت ليش؟ قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين. لقد اتهمت قريش النبي صلى الله عليه وآله باتهامات شتى، فراحت تزور الحقائق وتشوه الصورة للإسلام ولنبي الإسلام من أجل إبعاد الناس عنه، فاتهموه بالكهانة وبالشعر وبالسحر وبغير ذلك من الأمور. وكانت عليتهم رجالهم منشدون إلى هذا القرآن مع شدة عداوتهم له، نراهم يستمعون إليه بإمعان وتدبر. إنهم كانوا يأتون بيت النبي صلى الله عليه وآله عند السحر ليل، وكان النبي صلى الله عليه وآله يرتل القرآن في جوف الليل يصلي، وكان صوته مسموعا، فيجلس خارج بيت النبي صلى الله عليه وآله ويستمع ما يتلوه رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد وقعوا تحت تأثير هذا الذي يقرأه النبي. ولما طلع الفجر تفرقوا، جمعهم الطريق، واحد شاف الثاني، لأن هم خلص يأتون للاجتماع، مو اتفاق بينهم، الوليد وأبو جهل وأمثال هؤلاء. فراح بعضهم يسأل البعض الآخر: أين كنت؟ كان وقت متأخر، وين كنت؟ قال: كنت أستمع لما يقرأه محمد. أنت أين كنت؟ قال: نفس الشيء، أنا كنت أستمع.
لما يتلوه محمد بن عبد الله، والثالث فراحوا يتحدثون عن هذه الضاية وخطورتها على مجمل أوضاعه. إذا كنا نحن علية كبار الناس يأتون ليستمعوا لهذا القرآن، لهذا الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن شلون راح نقدر نضبط إيقاع شبابنا؟ شلون نحول بينهم وبين الميل إلى هذا الدين وإلى صاحب هذا الدين؟ إذا إحنا ما عندنا شي قدرة. فتعاهدوا على ألا يعودوا لمثلها ثانية. وفي اليوم الثاني جمعهم الطريق أيضا، وهكذا ثلاثة أيام مسحورين. بعدها عقدوا اجتماعا بينهم لكي يضعوا الخطة المناسبة لمواجهة النبي صلى الله عليه وآله وما يدعو إليه. ماذا نقول عن هذا الذي سمعناه من محمد بن عبد الله؟ بأي وصف نصفه؟ شنو؟ واحد قال نقول هذا كاهن، ما وافقه. واحد قال نقول هذا شاعر، هم ما وافقوا على هذا الرأي. آخر قال بالأخير نقول بأنه ساحر، وهذا الذي يتلوه على الناس هو من نوع السحر الذي يؤثر على شبيه السماعة. شو احنا لو السماعة تصيح لو تنخنق شبيه متأكدين؟ يلا خوش. فاتفقوا على أن يقولوا بأن هذا سحر، ومسألة الشاعر والشعر هذه قالوا لأن إحنا أعرف من غيرنا بالشعر وقواعده ونظمه وقوافيه وأوزانه، نعرف إحنا هذا من شغلنا، هذا شعر ماكو. الله سبحانه وتعالى يقول وما علمناه الشعر، يعني الله سبحانه وتعالى يهب للناس المواهب والقدرات الذهنية ويخلق فيهم استعدادات نحو فن من الفنون، علم من العلوم، يعشق هذا الفن وبالتالي يبدع فيه، يصبح من رواد هذا الفن. الله سبحانه وتعالى يقول نحن منذ البدء صرفنا عنه هذه الموهبة، وهي موهبة نظم الشعر، لأنه يعلم سبحانه وتعالى بأن النبي سيتعرض لمثل هذا الاتهام في يوم ما، فابتداء ما. ولذلك ما حدثنا التاريخ أنه كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله إسهامات في مناسباتهم، في سوق عكاظهم كما يقولون الذي كانوا يتلون فيه
فيه نتاجاتهم الأدبية، يتبارون في الشعر، هذا كل واحد جايب له قصيدة عرفت، وبالأخير يختارون من هذه القصائد التي قد تتجاوز مثلا 5-10، يختارون منها واحدة فتكون هذه الواحدة من المعلقات وتحظى باهتمام الناس وتقديرهم عرفت. لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كانت له مشاركات إسهامات في مثل هذه المواسم الشعرية، وأنه كان ينظم الشعر أو يستشهد حتى في الشعر. وما علمناه الشعر، هسه هذه بينة واضحة، لكن وما ينبغي له ليش، وما ينبغي له. القرآن الكريم يريد يقول هاي شخصية الشاعر، شخصية قلقة. لربما الكثير من الشعراء لا تجد عندهم هدفا يسعون نحوه، ما عنده جاش عنده هذا الشاعر، هذا الشاعر عنده مصالح. قد يمدح الشيطان إذا ما رأى أن في مدحه للشيطان فائدة مصلحة. شيطان يعطيه مثلا مال، وقد مدحوا شياطين الإنس جبابرة الأرض، يقول لما شئت لا ما شاءت الأقدار، احكم فأنت الواحد القهار. هاي شلون حكي هذا؟ أكو واحد يصف إنسان بمثل هذا الوصف؟ هو شنو قيمته هذا الإنسان؟ شنو قدر ما يحسنه هذا الإنسان؟ شنو مستوى القابليات التي يملكها هذا الإنسان حتى يقل ما شئت لا ما شاءت الأقدار؟ عجيب عجيب. أي انحطاط هذا ينتهي إليه الإنسان إذا ما كانت أهدافه في الحياة الدنيا من هذا النوع من الأهداف، أهداف صغيرة ضئيلة مادية. يسف، ولذلك القرآن الكريم يقول لا يليق به، وهو رجل المبدأ، رجل العقيدة، صاحب القضية الأولى في حياة الناس، أن يكون شاعرا. وغالبا ما يكون الشاعر بوقا، بوق أيضا هذا ما يتناسب مع شخصية الإنسان الذي يتميز بالتوازن، بالتماسك في شخصيته، ما يناسب. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. بعدين قال هذا الذي يقرأه محمد على الناس ليس من الشعر في شيء أبدا، مختلف. هذا الذي يقرأه على الناس هو وصفه، الآية وصفته بوصفين مهمين، فقالت إن هو إلا ذكر. هذا اللي يقرأ محمد صلى الله عليه وآله في صلاته وفي غير صلاته هذا ذكر، ذكر علما. بشنو يذكر؟
هذا يذكر الناس بأمور إن نسوا واحدة منها فقد نسوا إنسانيته. إذا إنساها خلاص يصير هو صفر. ما هذا الذي يذكر به القرآن الكريم الناس ويحذرهم من نسيانه؟ شنو؟ أولا يذكرهم بمبدئهم، هل لكم مبدأ صدرتم عنه، أي لكم خالق خلقكم وهو خالق حكيم جبار السماوات والأرض، عليكم ألا تغفلوا عن هذه الحقيقة، وكل من يغفل عن هذه الحقيقة يغفل عن إنسانيته، يتحول إلى شنو؟ ها؟ جاوبوني، يتحول إلى بهيمة، يتحول إلى حيوان، حيوان. لأن ما يميز الإنسان عن غيره من المخلوقات هو هذا الاعتقاد. ماكو عند الحيوان تصور عن الكون والحياة والإنسان، ماكو عنده. هذا التصور موجود عند الإنسان فقط. وحتى هذه الآيات التي تتحدث عن استجابة الكون والظواهر الكونية لإرادة الله سبحانه وتعالى، لكن هذه الاستجابة هي غير استجابة الإنسان، هاي الاستجابة إرادية، استجابة نابعة من إرادة الإنسان، من قناعة الإنسان، من إيمان الإنسان، هاي الاستجابة. أما استجابة الظواهر، وقلنا للسماء والأرض شلون ائتيا فقالتا أتينا طائعين، أتينا طائعين، شنو أتينا طائعين؟ ها؟ سأل المعنى، المعنى ترى المعنى هذا اللي أجيتك جعلنا معنى مهم. فهذه الاستجابة تختلف عن هذه الاستجابة، هاي الاستجابة قهرية. هذه الظواهر الكونية تخضع لقوانين، وهي لا تملك القدرة على التمرد على هذه القوانين. تملك القدرة؟ أرجوكم تابعوني. هاي الظواهر الطبيعية عندها قدرة على التمرد؟ من اللي عنده قدرة على التمرد؟ ها؟ بس الإنسان. الإنسان هو الذي يتمرد، وعليه من يتمرد هم يكون هم من ميز الإنسان. مثلما أن بقية المخلوقات تخضع إلى القوانين، القوانين والنواميس الكونية الطبيعية، وهم يخضع، لكن هذا التمرد على مستوى التشريع، على مستوى التشريع بمقدوره أن يتمرد، أن يقول لا. لكن هو كغيره من المخلوقات في عالم التكوين وعالم القوانين الطبيعية غير قادر على أن يقول لا، غير قادر على التمرد على قوانين الله، عشان هاي من البديهيات. لكن هذا الجزء الثاني، الجزء الثاني هذا يملك به الإنسان القرار، الحرية،
يفعل أو لا يفعل، يطيع أو يتمرد. فلذلك هاي القضية الأولى في حياة الناس التي بها تتحقق إنسانيتهم. والله أنا من نقرأ هاي الآية قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. أنتوا هذه المنة لله عليكم، هاي الهداية من أفضل نعم الله على الناس. شوف ذول الكفار اللي بلا قيم أخلاقية وبلا قيم إنسانية وعدهم ازدواجية في المعايير، هو نفسه واحد ساعة هنا لشكيل ناشكي ونفس القضية هنا، لكن يتغير شكله، لونه يتغير. زين، هاي شخصية تعبانة، شخصية مهزوزة، هاي ما لها قيمة. ولذلك قيمة الإنسان في هذا التصور الاعتقادي، في إيمانه أولا، في إيمانه بالله، يصير عنده، شوف بالإيمان بالله يصير عنده هدف بالحياة، غاية يتحرك باتجاهها، يسمو يتألق هذا الإنسان من خلال إيمانه بالله سبحانه وتعالى. هاي القضية الأولى اللي القرآن الكريم يعنى بها، يؤكد عليها، يحذر من نسيانها، إن هو إلا ذكر يذكرهم بخالقهم بربهم، وأيضا يذكرهم بطبيعة هذه الحياة الدنيا، هذه الدنيا الفانية اللي هي أيام وتنقضي، قلائل أيام قلائل، مهما طالت فهي قصيرة، وبالتالي الإنسان يخرج من هذه الدنيا ويخرج منها كما دخل إليها، لا يأخذ من دنياه شيء. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. أنت جاي تصارع وتتهالك وتبيع قيمك وتبيع أخلاقك وتبيع شرفك ووطنك، ها؟ من أجل شنو؟ فلوس؟ وهل ستبقى لك هذه الأموال؟ وكم ستأخذ منها؟ وما حجم التمتع بها في الحياة الدنيا؟ ولك هي لقمة، ولك هي هدمة، يلبسها الجميع ويأكلها الجميع. زين، هاي ما تسوى أن أنت تتنازل بقيم وأخلاق ومصالح عليا وأهداف كبرى من أجل هذا النعيم الزائد، إن أتيت به من حلال فهو متعب، أما حينما تأتي به من حرام شو راح يصير بك؟ ها؟ فالقرآن دائما يذكر الناس، يقولون بويا ديروا بالكم لا تأخذكم هاي الدنيا، ترى هي أيام وتنتهي، أيام قلائل، وستقفون بين يدي الله. دكتور علي أكو شنت؟ وين دكتور علي؟ شنو أكو عندكم؟ تعال، أكو مشروع عندكم؟ أكو فقرات؟ ها أنت مو؟ إن شاء الله إن شاء الله يقتضي ألم الحكي مالي.
فلذلك هذا القرآن يذكر هؤلاء الناس في الحياة الدنيا بهذه الأساسيات التي لا يصح نسيانها أو الغفلة عنها. شوف هذا اللي ينسى مصيره هذا وش يسوي بالدنيا. فيذكره بربه ويذكره بحقيقة دنياه ويذكره أيضا بموقفه بين يدي ربه يوم القيامة. هذا الموقف الرهيب والذي سيسأل فيه حتى عن الخاطر. صحيح ما يعاقب على الخواطر لكن يسأل عن الخواطر، تكشف هذه الخواطر. يوم تبلى السرائر، تبلى السرائر تنكشف. هذا اليوم يوم رهيب، يوم عظيم. ولهذا أبو الشهداء يوم الطير أيضا راح يذكرهم بهذا اليوم. يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد. اللي يخاف المعاد لا يمكن أن يرتكب مثل هذه الجرائم ومثل هذه الموبقات. كونوا أحرارا في دنياكم. وأيضا هؤلاء بسبب بعدهم عن الله سبحانه وتعالى فقدوا حريتهم، فقدوا كرامتهم، فقدوا إنسانيتهم. هو متى قال هذا أبو الشهداء؟ قال هذا يوم سقط إلى الأرض وما عادت عنده بقية قوة من أجل أن ينهض ليدافع عن عياله، لما نظر إلى هؤلاء وقد هجموا على مخيمه وراحوا يروعون نساءه وأطفاله وأضرم النار في الخيام الحسين وقد يئس من النور، رفع صوته بهم قائلا يا شيعة آل أبي سفيان، ثم قال لهم اتركوا اقصدوني بنفسي واتركوا حرا. لما هجم القوم على مخيم أبي عبد الله وأضرمت النار فيه خرج زينب من خبائها تنادي يا ابن أمي يا حسين، نور عيني يا حسين، أنت حي فأجبني وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. خويا من عادة اليوم بالأكوان ويصير للنشاب نيشان، تجي أخوته وتنسف الجيمان على سبق تكرع بالعنا، ويحاولون بخطة الميدان ويزجوه ما ينجح عطشان، أو يقلون لسالم، أو يقلون لسالم يا رسان أصوابك سهل يا عالي الشاف، خويا شعتذر
عندك ما الإنسان فزعنا لك من الخيام. أحمى الضائعات بعدك ضعنا في يدنا. إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح بالبصر أو هو أقرب. شافي مرضانا ارحم فقرانا يسر بسر. آمنا في أوطاننا لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى، وإلى أمواتنا وأمواتكم وإلى كل من مات نهدي للجميع ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلاة. جاوانهم الشباب شو ماكو؟